يقولوا لي باللي راهو يعني الفيديوهات تاوعي يستغلوها اعداء الجزائر، وراهو يستغلوا فيها المغاربه وباش يطيحوا ضد، باش ينتقدوا الجزائر. انا اولا نقول انا نرفض كلمه المغاربه اعداء، انا نرفض الكلمه هذه. عمر المغربي ما كان عدو الجزائر ابدا. دابور ما كانش فرق ما بين مغربي وجزائري وتونسي. روح لفرنسا انت راك خويا العزيز، راك عايش في الجزائر ماكش تعيش هذا، لا تروح لفرنسا تصيب ناس متصاهرين ببعضهم. الفرنسي ما يميزش الجزائري عن المغربي عن التونسي، يقول لك سيدي مغربان، هما موحديننا وحنا نروحو نفرقوا في بعضنا والاخر يقول لي الاعداء المغاربه. قالها سفير القنصل المغربي في وهران، يقول على روحو كيما حنا عندنا ناس، عندنا صحافة بودور وعندنا ذباب الالكتروني وعندنا اللاواعيين وعندنا المدبدبين، في المغرب كيف كيف كان صحافة بودور وكان الناس ماشي واعيين وكان الناس المدبدبين هذا لانهم كان غير هذه ما سمي بالحدود، وهي ما كانش حدود. وانا ما توجدوا في الجزائر توجدوا في المغرب هذه. لا درك تقول لي انه المغاربه ياخذوا الفيديوهات ديالي ويسمعوهم ويروجوا لهم، ايه تحبني انا ما نتكلمش على الوضع. اذا المغربي يروج للشيء اللي راهو يحصل في الجزائر، لأن النظام الجزائري هو راه عرضة لهذا الشيء هذا. ما نسقتوا على خاطرش قال درك كي نهضروا نقولوا العصابة راهي دايرة كدا راهي دايرة كدا، درك المغاربة كي يتكلم مع المغربي شيء ما يحصل، اللي يحصل في الجزائر يهمه واللي يحصل في المغرب يهم الجزائري، عن اهتمامات مشتركة. درك تبقى كاين الناس اللي عندهم نوايا سيئة، النوايا تحمي التقسيم، زرع الفتنة، كاين كيما كاينين في الجزائر كاين في المغرب، يحب يزرع الفتنة سمعت، ويجيب يسب الجزائريين ماشي ينتقد النظام. ودابور أنا شخصيا ما نسمحش للروح باش نجي ننتقد النظام المغربي أو النظام التونسي أو النظام المصري أو غيره، ونعمل شان كلها فيديوهات باش ننتقد غير المغرب. هذا يعزم تما يولي رخص جبن، يعني ما عنديش شجاعة ننتقد النظام ديالي نجي ندور ننتقد المغرب، هذا جبن اللي يديرها جبان. انا بون مثلا ندور كاين اخوان في المغرب اللي ياخذوا الفيديوهات ديالي، مثلا شت ام ار نيوز كاين اخر ساعة مات اخوان نزهة حتى كيجوز الفيديو ديالي سمعت يجوزو كامل. لما انا نشكر الجزائر ونبين الوجه الحقيقي تاع الجزائر، كيفاش كانت الجزائر في عهد بوشلغومة، ما يقطعوهاش يخليو نتكلم على بومدين جزائر بومدين كذا ويخليوها تمر، والاخوان المغاربه يعرفوا يميزوا ما بين الجزائر في عهد بومدين وعصرها الذهبي وين كانت الشركات كلها تصنع سمعت، وطريق الصحراوي من الجزائر العاصمة إلى مالي إلى النيجر إلى موريتانيا، السد الأخضر يتبنى، قرى فلاحية تبنى، شركات طالعة سمعت، جزائر رائدة في العالم، وهذا كلام يخليه يمر، وهذا يعبر عن حسن نيتهم بارك الله فيهم. اما باش يجي واحد تافه سمعت يحب يجي يعني يعلق على الكلام ديالي، هنا راهو مليح هنا ماهوش مليح، راح تخرف شكونك انت باش تجي انت تحكم عليا مليح ولا ماهوش مليح. انا السيفي ديالي فيه صفحتين ونص، انت السيفي ديالك واش فيه؟ صعب باش تجي انت تسمح لروحك تحكم عليا راني مليح ولا مانيش مليح، وراني قريب للمنطق ولا مانيش قريب للمنطق. روح حلتها بشغالك، تكون عندك شجاعة
وانتقد النظام المغربي، وراح تقول نظام ملائكي، نظام ملكي ولكن ماهوش ملائكي. سمعت عندك ما تقول فيه. انا اذا ما نتكلمش على النظام المغربي لاني احترم المغربي، المواطن المغربي، خليه هو يتكلم على ما يحدث في بلاده، انا ما نجيش نتكلم. هذا برج مني نقي عند في داري كما قالوا، فو بالي دوفون شي سوا.